استدرج مجاهدون قوة صهيونية، ومن ثم هاجم مجاهدون بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان وأصابوها بشكل مباشر. ومن ثم انسحب مجاهدون بعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية، بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير. صهيونية، ومن ثم هاجم مجاهدون بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان وأصابوها بشكل مباشر. ومن ثم انسحب مجاهدون بعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية، بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير.